إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. لحظات الحزن والأسى هنا في محافظة الأقصر، لحظة تشييع. لحظة تشييع جثمان السيدة سميحة شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والذي وافتها ألمانية عن عمر يناهز 90 عاما بعد صراع مع المرض. وتعرضت الحاجة سميحة شقيقة الإمام لوعكة صحية على أسرها، تم نقلها إلى مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، وخضعت لإشراف طبي. يعني عايز أقول لحضراتكم مشهد مهيب هنا بتواجد الآلاف من أبناء محافظة الأقصر، لحظة تشييع جثمان شقيقة الإمام الأكبر الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام. الآلاف من أبناء الأقصر بدأت تتوافد هنا للمشاركة في واجب العزاء وتقديم واجب العزاء هنا في محافظة الأقصر. يمكن بنرصد لحضراتكم من خلال تلغراف مصر لحظات الحزن والأسى في وفاة شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الشقيقة الكبرى، والتي وفاتها ألمانية عن عمر يناهز 90 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. واتشحت القرية ومحافظة الأقصر بالسواد، تابعوا من خلال تلغراف مصر حالة من الحزن والأسى، واتشحت محافظة الأقصر بالسواد حزنا على وفاة السيدة سميحة شقيقة الإمام الأكبر، والتي وفاتها ألمانية عن عمر يناهز 90 عاما هنا في محافظة الأقصر. بنرصد لحضراتكم من تلغراف مصر توافد الآلاف من أبناء محافظة الأقصر في تشييع جثمان الفقيدة رحمها الله. وأسأل الله أن يلهم فضيلة الإمام وأهلها الصبر والثبات حالة من الحزن والأسى هنا في انتظار لحظة وصول جثمان الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر من محافظة الأقصر، وتحديدا من مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، في انتظار وصول جثمان السيدة سميحة الحاجة سميحة الطيب الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر هنا من بالقرب من مدافن العائلة. بنرصد لحضراتكم الآلاف من أبناء محافظة الأقصر في توافدت، وطبعا يعني رصدنا لحضراتكم صلاة الجنازة وتوافد الآلاف من أبناء محافظة الأقصر للمشاركة في تقديم واجب العزاء. في انتظار وصول جثمان شقيقة الإمام الأكبر لتشييعها لمأواها الأخير هنا من مسقط رأسها بالقرنة. بنرصد لحضراتكم لحظات الحزن والأسى، طبعا حالة من الحزن، واتشحت محافظة الأقصر بالسواد حزنا على السيدة الحاجة سميحة رحمها الله الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام شيخ الأزهر. وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء لناعيين فضيلة الإمام الأكبر في وفاة شقيقته. توفت الحاجة السيدة سميحة الطيب رحمها الله الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب عن عمر يناهز 90 عاما بعد صراع مع المرض. و
تعرضت الحاجة سميحة شقيقة الإمام الأزهر لوعكة صحية، على إثرها تم نقلها إلى المستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، والتي خضعت لإشراف طبي لمدة 10 أيام داخل العناية المركزة، وكانت تعاني من أمراض مزمنة. وطبعا قررت العائلة بتشييع جثمان الراحلة إلى مثواها الأخير بمقابر عائلة آل الطيب بمركز ومدينة القرناء بالبر الغربي لمحافظة الأقصر. وحالة من الحزن الشديد بتشهدها ليست القرنة فقط بل محافظة الأقصر بالكامل، وحالة من الحزن بتشهدها مسقط رأس شقيقة شيخ الأزهر الكريم حزنا على فراقها. واكتست القرية بالسواد، يمكن زي ما حضراتكم بتتابعوا من خلال تلغراف مصر، بنرصد لحضراتكم لحظة تشييع جثمان الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر، مع تواجد للقيادات الأمنية والتنفيذية في محافظة الأقصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. نرصد لحضراتكم لحظات وداع الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، والتي وفتها ألمانية عن عمر يناهز 90 عاما. مشهد مهيب، لحظة وداع شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب هنا في محافظة الأقصر. لحظة وصول جثمان شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الآلاف من أبناء محافظة الأقصر تشارك في المشهد المهيب. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. الآلاف من أبناء محافظة الأقصر تشارك في تشييع جثمان الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب. نرصد لحضراتكم مشهد مهيب، الحزن يعني الحزن في قلوب الجميع لحظة تشييع جثمان شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والذي وافتها ألمانية عن عمر يناهز 90 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. مشهد مهيب،
لحظات الحزن والأسى هنا في وداع شقيقة الإمام الأكبر. الآلاف من أبناء محافظة الأقصر تشارك في تشييع جثمان الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. إنا لله وإنا إليه راجعون. مشهد مهيب، الآلاف من أبناء محافظة الأقصر في تشييع جثمان فقيدة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب. الآلاف من أبناء محافظة الأقصر يعني رصدنا لحضراتكم اللحظات الأخيرة من وداع الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب وتشييعها لمسواها الأخير في محافظة الأقصر من خلال تلغراف مصر. الآلاف من أبناء الأقصر تودع الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وحالة من الحزن والأسى، واتشحت القرية بالسواد حزنا على وفاة شقيقة الإمام الأكبر الدكتور محمد أحمد الطيب السيدة الحاجة سميحة الطيب، والتي وفتها ألمانية عن عمر يناهز 90 عاما بعد صراع مع المرض. ويعني اتشحت القرية بالسواد وحالة من الحزن بتشهدها محافظة الأقصر لحظة تشييع جثمان الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. طبعا مشهد مهيب رصدنا لحضراتكم من محافظة الأقصر لحظة وداع، حالة من الحزن والأسى على وجوه الجميع هنا في محافظة الأقصر. يعني الآلاف من أبناء الأقصر تشارك في تشييع جثمان الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والذي وفاتها ألمانية عن عمر يناهز 90 عاما بعد صراع من المرض، وحزن وأسى كبير هنا في محافظة الأقصر، واتشحت محافظة الأقصر بالسواد حزنا على وفاة شقيقة الإمام الأكبر السيدة سميحة رحمها الله. أسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأسأل الله أن يلهم أهالي محافظة الأقصر الصبر والثبات. من الأقصر أحمد العطيفي، تلغراف مصر، رصدنا لحضرتكم لحظات تشييع جثمان الشقيقة الكبرى لشقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من مسقط رأسه بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر.